جيل بعبد الله. صباح الخير، ان شاء الله نهاركم زين. مرحبا بكم في حلقه جديده من مع الناس، مواضيع جدد كما العاده، حلقه انتم اللي تاثوها وقت اللي تطلبونا على 58 550 707. اتصلوا بينا واصلوا اخباركم وين ما كنتم موجودين، نحب نكونوا قرب منكم من جهاتكم وقرب من اخباركم ونكونوا فاعلين معاكم باش نوصلوا كل مشاغلكم واهتماماتكم ومشاكلكم. اليوم في مواضيعنا الجديده اللي باش تبعوهم معنا، الحقيقه فما اخبار مؤلمه وموجعه جدا، نرجو على تفاصيلهم بعد شوي. كما العادة أسامة صافي في الإعداد، نور في الإخراج، إيمان علي على EFM TV، معكم جيهان بن عبدالله، وهذه حلقة الجمعة 6 جانفي. EFM مع الناس. من بعد شوية يقتل ويدفن، والخبر هذا يجينا من الزهرة. تهريب مواد غذائية من الجزائر لتونس، إيقافات وأحكام بالسجن، العائلات تقول إنها قاسية جدا. من بعد شوية يدخلوا معنا. أزمة الدويات، اليوم الناس تتشكى وخاصة اللي عندهم أمراض مزمنة، يقولوا الدويات مقطوعة في السبيطارات والصيدليات. هذا الخبر اللي جينا من العاصمة. EFM مع الناس. نبدأ من العاصمة مع جريمة فظيعة في الزهرة، تفاصيلها تقول يقتل جاره ويدفنه في الكوجينة، وين تم البارحة الاحتفاظ بكهل للإشباه في توارته منذ 4 شهور في قتل أجنبي جزائري الجنسية قبل ما يقوم بدفنه في كوجينة الضحية المجاورة لشقة المتهم. الأبحاث تأكد اختفاء الضحية منذ أشهر، وبالتحقيق مع المؤجر متاعه اعترف بجريمته بسبب عدم دفع معاليم الكراء. هذه التفاصيل الأولية، ومعطيات أخرى ناخذها من المواطن الصحفي ابن المنطقة نعمان. أهلا وسهلا، مرحبا على اليفام سي نعمان. أهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا، عشلامة. أهلا وسهلا. هذه الخبر اللي سمعنا به البارح واللي تنقلوه عديد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، جريمة فظيعة جدا الحقيقة، تكشف بعض من أسرارها بعد أشهر، واللي هما 4 أشهر غياب للسيد هذي اللي بين وأنه متوفي. نحب ناخذ معك أنت المعطيات المتوفرة لكم في الجهة، المعطيات الأولية على الأقل. والله هي الجريمة هذه تتمثل في كونه الملاك من أصل الجيري كرا الشخص، وبعد اختلف معاه في معلوم الكراء، وقعد مدة ما خلصوش الإيجار متاعه، لكن استغل فترة من وقت في النهار ودخل الدار الملاك وقام بالجريمة متاعه هذه الفظيعة، واللي هزت الرأي العام في الزهرة. وإحنا من الزهرة راهو ما عندناش المشاكل هذه، تبقينا أنا اللوم على الملاكة اللي تكري في الديار، الناس ما عندهاش القدرات باش تكري في الزهرة. أنا منوريهم كما لغة أخرى بوجه سوق في شي شهر شهرين وبعد يتحول لموضوع جديد. نعم. نحب نفهم المعطيات بالكدا، القاتل هو صاحب المنزل وإلا المستأجر؟ لا، المستأجر هو المستأجر. المستأجر هو القاتل. هو القاتل، هو من أصل جزائري. هو الكاري، الكاري ما نجمش يخلص الكراء، عنده 5 شهور ولا 4 شهور ما خلصش الكراء، قعد يترسد في الملاك يتعارك وياه وكل شيء، يترسد في الملاك حتى لين متاحت له الفرصه باش تخلى حذاه للدار، وقتلوا ودفنوا في الكوجينه والدم ورجع للجليز وعاود كرا الدار للجماعه، الدار الميت كراها الجماعه تقرب له. الضحية إن شاء الله ربي يرحمه وينعمه، ما عندوش عائلة، عائلته كانوا موجودين في الدار، كانوا غايبين. لا لا لا، يسكن وحده، يسكن وحده، يسكن وحده، هو من أصل الجيري، يسكن وحده من أصل الجيري، من أصل الجيري ويسكن وحده. لكن أنا حبيت نعمل ملاحظة كما ترشمين على الموجات نتاعكم أنتوما يا فهم. مرحبا سي نعمان. والله أنا اللي يغير أنه الزهرة ماشي نتاع المشاكل هذه، الزهرة معروفة من قبل مع بلاد رايدة وكالم وما فيهاش المشاكل هذه، لكن المشكلة اللي ما عندناش الزهرة سخنة تشدد وتعلى جراج وترد كوجينة وبيت وتكريه في بالها باش تصور منه الفلوس، واللي بعد شي جدال في المحاكم وأخذ وجد وأخذ ورد بين المراكز والمحاكم و كيما السيد هذا
كما قضية اليوم اللي نحب نزيد ناخذ معك كما قضية اليوم السيدة ذي مش في مستوى تاعه باش يخلص الكراهية كما يقولوا بالزهرة وكل شيء. فتعمل الجريمة هذي كيفاش تم اكتشافها؟ كيفاش تم اكتشاف الجريمة؟ معناتها توجهت الشكوك نحو هو خاطر غايب عنده 4 أشهر ولا 5 أشهر وتم تحقيق مع لدي الكيري هذايا اللي زدته فرقة مقاومة الجرائم وتحررت معاه بما يلزم وبما فيه الكفاية باش يعترف واعترف بالجريمة نتاعه وكان حاولوا معاه مسرح الجريمة وتم إخراج الجثة وهكاك تم في انتظار التحقيق معاه في بقية الإجراءات. الجريمة كان مخطط لها سيد هذي ولا على إثر خلاف بيناتهم؟ والله أنا ما عنديش المعطيات الصحيحة لكن أعترف وهو معناتها مدام قام بجريمة هذي معناتها قتل إزهاق نفس بشرية على معلوم كيري أنت 4 ولا 5 أشهر معناتها شيء يصير إلى عنده سابقية التراخص والإضماء مدام عمل كيكة تجرأ وعمل جريمة كيما هذي شيء يصير معناتها كان مدبر لها والراجل يسكن وحده هذا كان سهلة بالنسبة لي هو كان سهلة ما يفيق لي حد والدار جاء في نوعا ما من زاوية جاء في بقعة آخر نهج في أركينة الضحية إن شاء الله ربي يرحمه وينعم وقديش عمره عنده عائلة عنده صغار يعيش وحده لا يسكن وحده وعائلته في الدير شكيفاري عائلة فيها في الدير ويسكن وحده هو متقدم في السن هو اللي 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 زاد معناتها خلى الكيري باش يعمل العمليه هذه انه استفرد به وحده يعرفه وحده وحيد في الدار فهمت كيفاش؟ عندك فكره على اداه الجريمه اللي والله حسب المعطيات اللي وصلتني اللي كانوا ذبحوا بسكينه ذبحها لطف يا ربي يا لطيف الله يرحمه وينعمه وان شاء الله يكون اخويا انا حبيت قلت لك من 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 الموقع نتاعك انت وافهم موجوده يا فهم بالله نداء للملاك نتاع الزهره ما يكريوش لك الناس اللي جايه مريض معناتها ما عندهاش القدرات باش تكري في الزهره خاطر الزهره برشا ناس يكريو قلت لك يحلوا كراج يعملوا منه كوجينه وبيت ويعملوا مش يكريو من هذي مش موضوعنا مش ندخل في تفاصيل شكون قادر يكري وشكون ليه من حق الناس الكل انها تكري بعقود ما بيناتهم من حقهم اللي هما يكريو من بعد اذا نجم يدفع ولا ما ينجمش يدفع هذيك المحاكم بيناتهم وينجموا يسويوا الوضعيات وراو الجريمه هذه تنجم تصير في اي منطقه اخرى مش في الزهره في الزهره في الزهره في المنطقه في المنار وصارت في كيما كاين ما عادش مش مطيش نحب نعرف معاك ردة فعل الشارع في الزهره بعد اكتشاف الجريمه هذه والله يقول لك هي فاجعه كبيره في الزهره معناتها الناس كل اسمع وفزع كيما نقولوا كيفاش ووقتاش خاطر تعديت شويه انابيرسيو فاقوا بها كان وقت اللي ثم وسائل الاعلام خبرت عليها وكل شيء خاطر كيما قلت لك الراجل يسكن وحده ما عندوش عائله وما عندوش علاقات في الزهره بقينا الزهره كل قاتبوش بي ما ثماش دار ولا قهوه ولا بقعه ما حكاوش فيها على الجريمه هذه حتى الصغار تاع الليسي معناتها قادوا مفجوعين وكيفاش وتصير في الزهره هكا معناتها كان رد فعل كبير برشا بالنسبه للسكان تاع الزهره. واضح عندك فكره سي نعمان اين باش يتم دفنه في تونس ولا في الجزائر وقتاش عائلته تكون موجوده؟ مازلت ابحاث جاريه توا مازلت ابحاث جاريه والجثه مازلت تظلي في المرج معناتها باش يتصلوا بعائلته ويشوفوا شنو هي الاجراءات اللي باش يقوموا بها. عندك فكره على حاله الجثه ووضعيتها بعد 4 أشهر وهو مدفون في كوجين الدار؟ والله ما نكذبش عليك انا سيسير بعد 4 أشهر يتعفنت الجثه ومعناتها بدا ياكل فيها الدود لقينا جات المرج هزوه في شكاره وخلوه في بيت الاموات في مستشفى شرميكو حتى لين يقوموا بتشريح. يعطيك الصحة سي نعمان بعض المعطيات اللي قدمتهم لنا بخصوص الجريمة اللي صارت في الزهرة يقتل جاره ويدفنه في كوجينته في داره في كوجينة داره يتم اكتشاف الجريمة بعد 4 أشهر تقريبا وقت اللي جريمة بشعة جريمة جدا. يعطيك الصحة سي نعمان على كل التفاصيل اللي قدمتهم لنا ان شاء الله ربي يرحمه وينعمه وان شاء الله نلقاو حد لهالآفة هذيا نتاع الجرائم على خاطر اي اشكال في تونس يظهر لي ولا يتحل بالعنف يا اما عنف لفظي والا اعتداء بالعنف المادي يقولنا اداه حاده نورمالمون اللي قام بها بالجريمه هذيا وقتاش نلقاو حد لهالآفة هذي واحنا كل نهار ولينا نقوموا على جريمه وفاجعه جديده. ان شاء الله ربي يرحمه وينعمه ان شاء الله ربي يصبر عائلته والجاني المتهم الاول في الجريمه
جريمة واللي استعرف بجريمته ينال الجزاء والعقوبة لعل يكون عبرة ودرس لغيره. احنا مازلنا معاكم ونرجع من بعد شوية باش نمشيو القضية جديدة بين حي بن سينا والجزائر وكل التفاصيل تاخذوها من بعد شوية. انت عبد الله مثيل الجمعة من 11:30 لنص النهار. مرحبا من جديد، اهلا وسهلا. هذه مع الناس لليوم الجمعة 6 جانفي توا نص نهار غربة، مازلنا مواصلين معكم ببقية اخبارنا واخباركم هي في الحقيقة اللي توصلنا على 58 550 707. بعد الزهرة وتفاصيل جديدة اللي قدمهم لنا نعمان بخصوص الجريمة اللي اثارت جدل كبير البارح على مواقع التواصل الاجتماعي، نقعدوا حاليا في العاصمة ونمشيوا لقضية بين حي بن سينا والجزائر. اوقفت وحدات الدرك الجزائري 9 اشخاص في مدينة تبسة بتهمة تهريب مواد غذائية من الجزائر إلى تونس، وتم إصدار حكم قاسي في حقهم. المحجوزات كانت كمية من المواد الغذائية زيت مدعم، بسكوي، حلويات على متن حافلة سياحية. التوينسة اللي كانوا في رحلة لقوا رواحهم موقوفين وعائلتهم تناشد السلطات للتدخل وإنقاذهم من حكم بالسجن 10 سنوات. وميماء ابنة واحد من الموقوفين توضح لنا موقف العائلة من القضية وتفاصيلها. لو سهلا مرحبا على يفهم أميمة. ألو، أهلا وسهلا، مرحبا بكم ميمة. أهلا وسهلا، اليوم قاعدين نتابعوا معكم في القضية هذية. الناس اللي تسمع فينا تنجموا تلقاو الصورة على FM TV، المحجوزات والعملية الإيقاف كيفاش صارت. والدك هو واحد من الموقوفين هكا ولا؟ أي معهم خالتي زيدا. وخالتك عندك فكرة على الأعمار؟ شكون هم التسعة الموقوفين؟ نسي عندي بما فيهم عليها ويلزي، فيهم خالص عمرها 29 حتى سمحني أميمة كان قصيت عليك، إذا حتى كيت ولا حاجة كما هكا نحي أحكي معنا من التليفون ديغكت ما بش نسمعك بالواضح. أي من التليفون بالواضح هكا بيه سافا مش مشكلة تفضل. قلت لك الأعمار ما عليها، فيهم طفل عمره 24 سنة، فيهم رجل كبير عمره 70 سنة، فيهم عليها الطفلة اللي هي خالتي عمرها 29 سنة، فيهم كبار كيف كيف عمره 50 سنة، يعني الأعمار فيهم كبار وفيهم أعمار نتاع عدد صغار. والكلهم نفس الحكم 10 سنوات سجن؟ الكلهم نفس الحكم 10 سنوات الكل رحت فيهم. هما مشيو في رحلة سياحية ولا شنو بالضبط الرحلة اللي مشيو فيها؟ أي هما مشيو في رحلة الحق مثلتين يمشيو قبل كما أي رحلة اللي قاعدين يسيروا معنا يشوفوا فيهم طبعا قاعدين يمشيو للزير رحلات معنا هاي يجروا يخدموا سرعة بش يخدموا على روحهم بش يتقاطوا يعني. تم إيقافهم. شنو الحاجات اللي جابوهم معاهم؟ مواد غذائية هي بالأساس، مواد مدعمة ولا شنو؟ أي مواد غذائية، مواد غذائية، فيها مواد غذائية. هما يتجروا فيهم، هما تجار في تونس؟ أي هما تجار، معناها كأي تجار يخدموا على روحهم قبل كيتقاطوا ويمشيوا رحلات غاديكا باش ياخذوا السلع وحده الكل ويخدموا في تونس هوني على روحهم يعني. الكمية اللي تم حجزها كميات كبيرة، كان عندك فكرة على هذا؟ والله هنا أي شخص في الدار معناها محطوطين مهبطين كمية كبيرة، أما إحنا معناها كي نجيو نشوفوا ما بين 9 أشخاص كي تجي تشوف أنت الكميات معناها كي باش تتقسم على 9 أشخاص واش تلقى كميات كبيرة، معناها كي تجي تشوف شقة على 9 أشخاص كمية صغيرة كل واحد عنده. يعني هي مش متاع عبد واحد، هي الكمية هذيك متاع 9 أشخاص اللي تم إيقافهم. اللي تم إيقافهم. وقتاش صدر الحكم أميمة؟ هما الحقيقه الحكايه كي تصارت هما تم ايقافهم نهار 18 ديسمبر تحديدا على الكيس الرئيسي، قاصدين معناها ربي للديوانه الجزائريه باش يخرجوا لتونس مروحيه، فهمتني؟ دونك تم ايقافهم قبل ما يوصلوا للديوانه الكيس الرئيسي، فهمت؟ وقتهم دنمارك الجزائريه يعني فاكسون كار كيما اي عادي يصير كنترول وقولوا احنا شوفوا شنو عندهم السلعه، عطاهم الفاتورات نتاع السلعه، عطاهم لي تاكساسيون نتاع الزمان اللي هما مستنسين قبل معناها يدخلوا فاتوراتهم يعني الكونترا نتاع الكار اللي كيرينها يعني لحد الان امورهم قانونيه. احنا سمعنا بالحكايه اللي هما معناها قالوا لهم باش تتوقفوا في بنا اجراءات عاديه، اتصلوا بينا عائلات الكل معناها اتصلوا بينا احنا عائلتهم اللي في تونس هون كيف بنا معناها على اساس ايقاف معناها نتاع اجراءات قانونيه باش نشوفوا معناها لاني قلت لك الفاتورات وقت يدخلوا كل شيء. مرعانا اللي هما الحكاية ما هيش إجراءات معناها توقف نتاع إجراءات تاعهم اللي هما توقفوا وتعينت لهم جلسة بعد 5 أيام.
دونك في الجلسه بعد 5 ايام تعديوا على وكيل الجمهوريه غادي وين كان لنا معناها احنا الصدمه اللي تعديوا على وكيل الجمهوريه ديجا معناها حكم عليهم 10 سنين حدث مع النتيجه العاجل يعني التهمه اللي توجهت لهم وميمة تيتخ اللي تحكموا عليه عندك تهمه بالتحديد اي هي تعدت لهم معناها تيتخ اللي كما نقول احنا قضيه تهريب المواد الغذائيه واضح دونك معناها انا نعرف الحق معناها تكون متابعين ثاني هنا الى قضيه التهريب معناها تصير على طريق جبوليت تصير معناها على يدخل الحدود خلفه وقتها معناها يزوم معناها امورهم قانونيه تابعين في الباسبور السلعه اللي خذوها يعني بالفاتورات معناها عندهم كل حاجات تبدل اللي هي امورهم قانونيه معناها كما اي رحلات قاعده تمشي توليتا معناها باش يخدموا على رواحهم باش يسقطوا باش يعيشوا صغارهم وكل شيء الحقيقه في النقطه هذه ماذا بينا نحاولوا نلقاو لك اجابه من عند حد عنده فكره على القانون الجزائري بخصوص المواد المدعمه والمواد الغذائيه وهل عندهم الحق انهم ينقلوا هالسلع هذه لتونس هل يعتبر هذا تهريب او لا ما نجموش احنا نعطيوك اجابه من عنا ولكن بالنسبه للعائله تقول انه هذا حكم قاسي نحب نسمع معك انت رساله العائله اللي تحب توجهها للسلطه التونسيه بالاساس والجزائريه بدرجه ثانيه أكيد بتبيع هذا حكم قاسي يعني 10 سنين أنت معناها كل واحد معناها فما عائلات راهم تدمر قلت لك فما شكون مسؤول على أمه هنية معناها فما شكون اللي عنده صغار فما شكون خلى وراها بوليد صغار يعني كل واحد عنده حد مسؤول عليه فهمت يعني حكم كيما هكايا هو ما دمرهمش هما بركة معناها هو دمرهم هو دمر العائلات اللي وراهم أنتم بالنسبة لكم العائلة كيفاش تصرفتوا في الموقف هذايا هل عندكم نية أنكم تتوجهوا الجزائر باش تحضروا اذا فما جلسه اخرى باش تواكلوا لهم محامي احنا ديجا معناها احنا قاعدين نمشي يعني فما عائلات قاعده تمشي فما عائلات مسكن راهو بالحق زويوله معناها ما عندهمش القدره ما لقاوش حتى كيفاش انهم باش يمشيو يزوروا معناها وكل شيء فيهم راجل كبير عمره 70 سنه معناها ما عندوش ما نحبش نذكر الاسم نتاعو اما معناها شافوه كل 70 سنه يعني ما عندوش شكون وراه باش يمشي يطلع عليه معناها مريض مسكين بالقلب وحده الكل يعني ما لقى حتى انه حتى باش يقف معاه في المحنه هذيا معناها باش يواسيها فهمتني اليوم تناشدوا السلطة التونسية للتدخل في الموضوع لإيجاد حل بخصوص الموقوفين وإلا نصور على الأقل يتحاكموا في تونس بنفس التهمة هذه وإلا شنو الطلب الآخر اللي تنجم توجهه أميمة؟ الطلب اللي تحب توجهه يا أميمة بما أنك تحكي احنا بسن العائلات احنا الحق نقدموا لدي رئيس الجمهورية متاعنا قيس سعيد معناه وكل المسؤولين التونسيين وكلهم الرجال تدخل في قضيتنا معناها والنظر فيها هذا مواطنين التوانسة هما أولادهم معناها قبل ما يكونوا أولادنا يعني اللي استجنوا غاديكا وما على الأقل ينظروا لهم في الحكم ما نعرفش إن الجهم في خطية يعني ما نعرفش يخافوا عليها من حق 10 سنين معناها يخافوا حتى في الصغار اللي يومي في الوالدين اللي تعبت معناها واللي شنو صاير فينا الحق بالحق رانا تجبينا نمس الكل للعائلات الكل يا أميم شكرا لك الحق معناها ماذا بيا فين يتدخلوا وما على الأقل يقفوا معنا في الدرس كما الهزية صوتك وصل يا أميمة وشكرا لك على تدخل بحصوص القضية هذية 9 إيقافات للتوينسة حكم بالسجن 10 سنوات المعلومة الإضافية اللي تقولنا أنهم ما توقفوش في الديوانة ورا متوجهين للديوانة ما كانوش باش يمشيوا عبر المسالك الأخرى المعروفة في التهريب ولكن ما نجموش الحقيقة نفتيوا في موضوع هذية لأنه ما نعرفوش تفاصيل القانون الجزائري بخصوص نقل السلع هذية وخاصة المواد المدعمة ويظهر نقطة الخلاف هوني بالنسبة للزيت دعم وغيره ماذا بينا على الأقل التونس هذوما يكونوا موجودين وأقرب لعائلاتهم إذا فما إمكانية وإنهم يتحاكموا في تونس وإلا ننظروا لهم التدخل من وزارة الخارجية تنجم تحل الموضوع هذية تنجم توصل معلومة أقرب وأوضح للعائلات احنا مازلنا معاكم ونمشيو لموضوعنا الموالي مازلنا في العاصمة وفي الختام نحكيه على موضوع خطير جدا وقت اللي تجينا معلومات إنه دوية القلب والشرايين مفقودة في السبيطارات والصيدليات وأصحاب الأمراض هذه حياتهم مهددة لأنه المرض متاعهم باللطف عليهم بطبيعة الحال نجم يسبب الموت ودواء مسألة حيوية جدا وعاجلة وضرورية نداء عاجل وزارة الصحة الصيدلية المركزية من أحد المتضررين المواطن بشير شجراوي أهلا وسهلا مرحبا علي فامسي بشير مرحبا بك عايشك اهلا وسهلا مرحبا انت تعالج سي بشير والا واحد من افراد عائلتك بخصوص القلب والشرايين لا انا بنفسي انا بنفسي نعالج ان شاء الله لاباس سي بشير ان شاء الله ربي يشفيك سي بشير تسمع فينا
ايه نسمع فيك نسمع فيك. الادويه هذه من وقتاش مقطوعه؟ كيفاش كنت تاخذهم انت من السبيتار من الصيدليات تاع انا كنت ناخذهم من السبيتار بانتظام وكل شيء، وبعد شويه بشويه بدا يقص. الدواء كي يبدا عندي وليت نقسم فيه، انا نورمالمون نشرب 3 جرعات نقتصد في الدواء لخاطر ما فماش برشا دواء. كيفاش تقتصد؟ انا نجمو نقتصدو في الحليب في الماء في السكر، اما في الدواء يقول لك طبيب 3 مرات معناه 3 مرات ولا؟ اي من لكن الدواء ما فماش، ما نجمش انا. مش موجود الدواء مقطوع. انا البارح تقصت. اي سي بشير، انا البارح كلمت سي اسامه بعد ما كلمته، عندي اوراق فوق مني اللي انا البارح العشيه في الارجونس مشيت مرتاحه، رحت قريب جيت من نتاع الليل. لطف عليك شلا لاباس. كي مشيت للسبيتار قالوا لي المونك تاع الدواء وما عندهمش يحلوا، ما الطب مساكن عاملين مجهوداتهم لكن انا غالب الدواء ما فماش، معناها قاعدين نموتوا في موت بطيء. عليك سي باشين شرب يشفيك انت والمرضى الكل في تونس، القلب والشرايين وغيره من الامراض. انا مانيش باش نقاطعك، سي فيتال الدواء مش حكايه لعب. الاطباء شنو يقولوا لك؟ فما حاجه تعوض؟ فما دواء يعوض؟ والا يقولوا لك استنى على المخزون يرجع؟ شنو يجيبوا لك؟ نقول لك اغرب ما فما بنتي، اغرب ما فما الاسبرين يتباع عند الحماس والفارماسي ما عندهاش. نعرف الدواء فما بعض منهم عادي سي بشير، اما ماذا بيا ما نسميوهش. انا توا فور اكزومبل توا الكل ما عنديش. الكل هم مفقودين. البرا اللي فارماسي البرا بخليفه المستشفى موجودين دواء هذوما ولا لا؟ فما الموجودين وتقعد تستنى من تكماندي كلم سي فلان وسي بلتان باش يلقى لك الدواء نتاعك. واذا انا لو كان جاو يقولوا لي برا جي من برا، عندي ولدي لبرا في ايطاليا نجم يبعث لي الدواء، عندي اصحاب عندي اقارب يبعثوا لي لبرا، لكن ما يرخصوش يقول لك اليوم مش اكاركتير كوميرسيال تبعث كونتيتي كبيره، بس كونتيتي معينه. باكو 2 على ريغور اي، اما اكثر لا. الوضعية اللي تعيشها انت سي بشير واكيد يعيشوها برشا غيرك انت. اي اكيد اكيد، مش نتكلم على روحي، نتكلم على برشا اخرين. الكل اللي يحملوا نفس المرض كيفك انت، انا نحب نخليك الكلمه عندك، الكلمه ليك، الرساله اللي تحب توجهها، نداء اللي تحب توجهه بخصوص الوضعية الحاليه، تفضل سي بشير. يا سي قيس سعيد، شو ربي تلهى بالمرضى، المرض المزمن من السكر من القلب من برشا حاجات، تلهى بينا عدويات يزينا. هاني شفت وهني عرفتهم وهني عرفتهم، عرفنا احنا عطينا دوانا ومن بعد برا اعرف الاخرين. هذاك هو اللي عندي منقول يا بنتي. يعطيك الصحة سي باشير، ان شاء الله ربي يشفيك وبلطف عليك. هذا موضوع خطير برشا، راه الناس ما تنجمش تستغنى على الدواء، معناتها وضعية مؤسفة الحقيقة. يقول له طبيب اشرب 3 مرات في النهار، هو يقول لي نقصت ناخذ مرتين ونخلي الاخرى الغدوة، دونك حاجة الحقيقة ما تبشرش بخير، وراهو أهم من المواد الغذائية وأهم من برشا حاجات، كل شيء نجموا نستغنوا عليه، أما صحة الناس ما تنجمش تكون لعبة، وحياتهم زيدا ما تنجمش تكون لعبة. ما عنده حتى حل، لازم يشرب الدواء، ما الدواء مش موجود ما ينجمش يدخله من الخارج. ماذا بينا نلقاو حل للموضوع هذايا. إن شاء الله نكون وصلنا صوتك سي بشير أنت والناس الكل اللي تعاني من الأمراض المزمنة. اليوم حكينا على وضعية مرضى القلب والشرايين اللي دوايتهم مفقودة، إن شاء الله تتحل الوضعية والمسألة هذايا. نشكركم على الاستماع، احنا كنا معكم من 11:30 حتى نص نهار باش نتقابلوا غدوة كما العادة في نفس المواد. تليفوناتكم وأخباركم نعطيوها الأولوية والأهمية القصوى في كامل تراب الجمهورية، وين ما كنتم موجودين تتصلوا بنا على 58 550 707. وصلوا أخباركم. شكرا أسامة صافي في الأعداد، نور في الإخراج، إيمان علي اف ام تي في، كنت معكم جيهان بن عبدالله، نقولكم في الأمان. تشاو تشاو. شيماء مرحبا. انتم تسمعوا في مع الناس جيهان بن عبدالله.